السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدين برنامج درايش، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة مباشرة من استديوهات البرج في العاصمة الرياض مع ريم وسعيد. طيلة شهر رمضان المبارك، ويا هلا فيك أبو صالح. يا هلا ويا غلا والله بنور السعودية ونور الشاشة واللي منورتنا، واللي أنا فعليا كل يوم أتجدد سعادة من أكون معاك في هذا البرنامج الجميل. الله يسعدك يا سعيد، مساكم الله بالخير أجمعين. في برنامجنا نتجول معكم في مدن ومحافظات المملكة، ونتعرف حنا وياكم على أهم الثقافات والأطباق والحرف التراثية اللي تميز كل منطقة. جوائزنا قيمة وأسئلتنا حماسية، وكل اللي عليكم تمسحون رابط التسجيل السريع الظاهر على الشاشة، ومن خلاله ترسلون كلمة درايش. هدايا قيمة في انتظاركم، ساعات ثمينة مقدمة من شركة الحميدي للساعات، وقسائم شرائية من شركة الرقيب للمفروشات، وجوائز مالية من هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفي كل أسبوع عندنا سحب على سيارة مقدمة من شركة الوعلان. الكل اللي تواصلوا للبرنامج لفت انتباهي شغلة. سمي وامري. أنت كذا مع الموسيقى حقت البرنامج. أنا بسمع مع العود فقط. أي أنا بسمع دندنات العود. الدندنة اليوم أنت ضبطتها صح والله. أي والله، يعني من أول رمضان وأنا بخربة. لا اليوم فعلا التون واحد على التون. لا اليوم مرة. اليوم جاي مبسوط. الحلقة اليوم إن شاء الله تعجب مشاهدينا بإذن الله. أنا عجبتني. صح. المنطقة عجبتني مرة مرة، شيء مرة. من الخيال. إحنا اليوم في العلا، عروس الجبال، مدينة الماضي والمستقبل، من العلا حاضنة التراث الثقافي والأثري القديم المتميزة باحتوائها على مئات النقوش الأثرية اللي يعود تاريخها إلى حضارات ضاربة في القدم. حتى صار النقش على الحجر حرفة تمثل أهل المنطقة. وللحديث عنها معنا الحرفي صالح الجار. الله حياك الله. الله يحييك بارك فيك. ونرحب أيضا بالحرفي محمد الخميس. الله يا هلا والله. وللحديث عن أطباق العلا يسعدنا أن يكون معنا الشيف اليوم وائل الزيدي. وائل يزيدي، أهلا وسهلا. هلا فيك. وش مجهز لنا الطبق اليوم؟ مجهز لكم إن شاء الله الهريسة العلاوية، وإن شاء الله تعجبكم. سهلا. تعرف عنها؟ يا سهلا والله. أنا أتقرأ قبل الهوى قعدت مع الشيف أعطاني فول ديتيلز على والله؟ اي والله. لا تعديت لا اليوم. لا لا, 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 لا وانا ترى مشتهي شوربه اليوم. والله اني قلت لاول ما جيت قلت له صدق اني عاد مشتهي شوربه، قال لي تم. زعلتني ما يا شف، والله زعلتني. ليش؟ هذا دوري انا. هو ما يدري على الا يعني اذا كان الطبق جاهز هو يجي. انت على اليوم ندوركم. بس اليوم يلا بمشيها لاني انا حب المنطقه. انت على الهوى. طبعا اسئلتنا جدا بسيطة، وأعتقد المسابقة صارت واضحة للجميع. صحيح. سؤال من ريم يكون عليه 4000 ريال، تبدأ طال عمرك من 4000 ريال وتتناقص مع الزمن ومع الوقت، ولذلك الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وبرضو بالتأني السلام وفي العجل الندامة، من تفوز وتتعدى مرحلة السؤال تجي عندي. مين أنا؟ حمامة؟ حمامة الحظ. تجي عندي حبيبي، تروح للدرايش، ومن تبدأ الإضاءة على الدرايش تختار دريشة وتنوشن بالإحساس وين تروح. ويا الله يا رب فالكم التوفيق والنجاح. يلا جاهزين ناخذ أول اتصال. ويا هلا وسهلا. ألو. هلا والله. هلا هلا وسهلا. هلا بك. من معي؟ هلا معك وليد. وليد طال عمرك. وليد عمرك طويل. من وين تكلمنا؟ من الرياض. يا هلا وسهلا فيك. برنامج درايش متابع من أول ولا ها كم لك يوم؟ نعم على طول متابع من أول ما بدينا؟ سلام على طول. والله إنك كفو. ناخذ السؤال. أنا صراحة سعيد إن اليوم محافظة العلا. إيش؟ إن الأهل أقول سعيد إن محافظة العلا اليوم هي 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 المحافظة اللي حتكون معنا. الله يعني راح تفوز. سلام. يعني راح تجاوب. الأهل في المدينة حاليا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب عندك أحد حولك أحد؟ لا والله الحالي لا، كلهم في المدينة يشوفونا على الشاشة الحين هم. عندهم خبر يعني؟ نعم أكيد. إنك أول متصل معنا؟ والله ما أدري. يلا ناخذ السؤال. بسم الله. السؤال يقول: محمية من ضمن مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. عندنا 3 احتمالات: محمية شرعان، محمية السدرة، أو محمية الوعول. شرعان.
كفو. نعم كفو. برافو كفو. إجابة صحيحة. محمية شرعان الطبيعية وتعد من أهم المواطن الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، وتتميز بتضاريس مذهلة وأخاديد رائعة من الصخور الحمراء والوديان المتنوعة، مما أهلها لتكون محمية طبيعية بهدف الحفاظ على التوازن الطبيعي الثمين في المنطقة بين الكائنات الحية والبيئة الصحراوية. والروح لسعيد ودرايش الحظ. مرحبا مرحبا مليون. هلا 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 ابو صالح. هلا الساعة والله المباركة. اول شيء اشكرك على السرعة الساحقة الماحقة اللي جاوبت فيها السؤال. اي والله برافو. من اهل المدينة العلا عندنا. ما شاء الله ما شاء الله. الله ان شاء الله يجمعك باحبابك بخير ان شاء الله. وسمعني وقف. يلا بسم الله. وقف وقف. دريشة رقم 6. دريشة رقم 6 يا حبيبي فيها كرتين، يمين ولا يسار؟ يمين يمين. درب الغانمين السالمين. ابشر ان شاء الله. والله يستاهل. والله يستاهل. والله يستاهل. جاوب بسرعة. كسب 4000 ريال بالإجابة السريعة. وعندك ايش؟ وعنده ساعة من الحميض ويستاهل. ألف مبروك. ألف مبروك. يلا كل عام وأنت بخير. وناخذ متصل جديد. ألو ألو ألو. يا هلا. مرحبا. هلا فيك. من معي؟ هلا بك يا عيوني. يا عيوني أنت. بدرية من الرياض. نعم. كل عام وأنت بخير. كل سنة وأنت طيبة حبيبتي. والله أنا من أول رمضان وأنا أتصل لا أرسل، لكن يعني اليوم الحمد لله حالها فيني حظ. يا ربي لك الحمد. وسعيدة جدا أنا بمشاركتي معكم. لأني معي قصيدة بقولها بمناسبة رمضان، يعني ورمضان إحنا بندخل العشر الأواخر، لكن شاملة هي أول وتالي وسط وتالي. تفضلي. يعني رمضان أقول هل رمضان وقلت زف التهاني بقدوم شهر الخير في ديرة الخير، شهر الكرم والصفح كله معاني، شهر به القرآن يتلى بتفسير، أوله رحمة ووسطه شيء ثاني، واخر عتق من جهنم وتطهير، بهليلة تفوق عمر الزمان عن الشهر قالوا على المقادير. مقادير. الله يعيده دوم رب الحساني على أمة الإسلام فرح وتباشير. تباشير. والله يعيد الشهر بجمل أماني على وطننا ولجيها المسافير آل سعود. الله. معروا بين المجاني اللي لهم في سيرة المجد تقدير، تقدير. اللي حمل بالكون أطهر مكاني، أطهر بقاع الأرض ولا فيه تقصير، بقيادة المليك طلق اليماني أبو فهد سلمان حكمة وتدبير. الله يحفظه. مليكنا اللي لنهضك الدار باني، حكيم حاكم دوم يسعى لها بخير. بشهر رمضان أزف أجمل تهاني الشعب وحكومة هديه كل التعابير. تعابير. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. الله يسلمكم. صح لسانك. هالطلة الجميلة يا أخت أريم، يعني كنا دائما أنتظر كل يوم كل يوم أقول لعل إن شاء الله يحالفني الحظ، ولكن الحمد لله ما يأست يعني. الحمد لله وصلتي وشرف لنا متابعتك. والله ممكن يعني أشارك مشاركة ثانية للوطن؟ احنا عشان الوقت بدريه. اي معليش بس يعني ان شاء الله ما راح يكون يعني قصيده للوطن. يلا تفضلي يعني تفضلي. الوطن يستاهل. اقول شامخه فوق الافق يا موطني، موطني. يا السعوديه يا ارض السلام، سلام. افتخر في ديرتي ما همني، امدح بلادي هيامي والغرام. ديرتي ربي حماها ومعتني، كعبة الإسلام والبيت الحرام والمدينة من يجيها يشتني، بقعة عند الولي بأعلى مقام. عاصمتنا حب أرض تشاقني، يا رياض المجد يا أرض السلام، من وطى أرض تلزوم يغتني، ومن سكن جارت حميته ما يضام. الله اللي صان أرض توتني، خادم البيتين درع لك همام. همام والنعم. والله والنعم. صح لسانك. صح لسانك. تسلمون حبايبي. يلا ناخذ السؤال. اوكي احنا ما درينا بتتصل علينا شاعره زيك. والله ما يا حلو. يلا ناخذ السؤال. ناخذ السؤال. السؤال يقول تكوين صخري في العلا يشبه الاعمده، ما هو اسمه؟ عندنا ثلاث احتمالات: جبل الفيل او صخره النصله او غراميل العلا. 30 ثانيه وتفضل. غراميل العلا. برافو عليك. يا
بعد شاعره وذكيه، وين نروح احنا؟ ما يحتاج. الله يحفظكم. غراميل العلا نعم احد المواقع السياحيه المشهوره في العلا، وهي عباره عن تكوينات صخريه حمراء ذات اشكال متفاوته نحتتها الرياح على مر الزمان لتصبح ايقونه فريده وسط هيبه الصحراء، وهي من المناطق المرتفعه التي يمكن فيها رؤيه مجره درب النباته بوضوح، ويزورها السياح بهدف الاستمتاع بتامل النجوم والروح لسعيد ودرايش الحظ. مساك الله بالخير. هلا ومرحبا. اول شيء صح لسانك على الابيات الطيبه، والف مبروك على هالجائزه. والشهر الفضيل اغلى الله صادقه. الله يعود عليك وعلى من تحبين سنين عديده. قولي امين. اللهم يلا اللهم عطيني اللهم. طال عمرك وقف وخلنا نشوف. اقنص الدريشه. وقف دريشه رقم ثلاثه. دريشة رقم ثلاثة فيها كرتين يمين ولا يسار؟ يمين درب الغانمين السالمين. فزتي بأربع آلاف ريال بالإجابة السريعة، وعليها ساعة من الحميض بتستاهلين. ألف مبروك وكل عام وأنت بخير. أوريك. بجي مو مسامحتك أنا. أرجوك أجي. لا أرجوك. مساك الله بالخير. اهلا وسهلا. انت ما تعرف نظام البرنامج؟ علمونا. وش مكونات طبختنا اليوم؟ طبختنا اليوم اللي هي الهريسه العلاويه، او يطلقون عليها الشوربه العلاوي او الفريك العلاوي. هذا المكون الرئيسي فيها اللي هو حبات القمح المشويه على سعف النخل، ثم تجرش باليد. هذا القمح العادي؟ هذا القمح العادي. ابيض صح؟ ابيض بس انه يكون مشوي على سعف النخل. ايه طبعا اعطيك معلومه. بعدين مجروش. بعدين ينجرش. إيه. الى الان يعني ممكن الاغلب ما يعرفها، لكن الان حتى في المحلات ما تنباع. ليش؟ تتصنع في البيوت. اوكي. إيه متخصصين في اهل العلا. وايش بعد غير المكون هذا؟ اللي عندك عادي اللحم مع البصل مع عصير الطماطم مع البهارات هذه الاساسيه، الكركم، فلفل اسود، بهارات مشكله، الكزبره، الثوم، وعندنا البهارات الصحيحه اللي هو اللومي والورق الغار والخولجان. حلو، هل هذه تعتبر شتوية ولا عادي في أي وقت؟ هذه أكثر ما يأكلون أهل العلا في رمضان. في رمضان؟ إيه خصوصاً على الفطور. طيب نفس طبقنا اليوم، هل هو في منطقة ثانية بس يغير اسمه يعني؟ لا ولا هو واحد؟ هو واحد. شرب الهريس العلاوي هو واحد؟ هو واحد. أي طب كم تأخذ الطبخة كلها؟ يعني تقريباً من ساعة إلى ساعة وربع. إيه تقريبا جاهز. يعطيك العافيه وراجعين لك والسحور. سحوركم علينا. اي طبعا. اعزائي المشاهدين فاصل قصير وراجعين مكملين معاكم درايش. حياكم الله معنا في الجزء الثاني من حلقة الليلة، ويمكنكم المشاركة معنا عبر رابط التسجيل السريع الظاهر على الشاشة، ومن خلاله ترسلون كلمة درايش وفريقنا بإذن الله راح يتصل عليكم. وراء الدرايش مفاجآت كثيرة، عندنا ساعات قيمة من شركة الحميدي للساعات، بالإضافة إلى قسائم شرائية من شركة رقيب للأثاث، ومبالغ مالية مجزية من هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفي كل أسبوع راح نسحب على سيارة مقدمة من شركة الوعلان. تضم أرضي العلا العديد من الحضارات المختلفة اللي سكنت المنطقة، ومنها حضارتي دادان ولحيان، كما تحتضن المنطقة مدائن صالح أو الحجر، وهي أول موقع أثري في المملكة العربية السعودية يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ولذلك كان الاهتمام بالنقوش الأثرية الموجودة في المنطقة من أولويات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فأطلقت مسابقة عين حجر عام 2018 ميلادي بهدف استكشاف التشكيلات الصخرية التي تتميز فيها المحافظة. وفي برنامجنا حابين نتعرف أكثر على هالحرفة مع الأستاذ صالح الجار الله. يا هلا وسهلا فيك. الله حييك. أنا جاية. حياك الله. يتعرف، وأكيد مشاهدين الكرام حابين يتعرفون على هالحرفة. خبرنا عن هالحرفة. هذه طال عمرك حرفة الحجر، نحت الحجر طبعا على حجر الرياض وجميع أنواع الأحجار، ومنها بعد اللي هو الأحجار الرخام وأنواع الأحجار، منها بعد الخط الديداني طبعا منطقة العلا نفسها،
هذه نقوش ديدانية على نفس محافظة العلا. طيب أنت شخصيا متى تعلمت هالحرفة؟ أنا شخصيا من عام 2006 تعلمت فن النحت على الحجر، طبعا كان بشكل خفيف على الجبس وما الجبس، بعدين انتقلت إلى المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الحرفي. حلو، شاركت طبعا في معارض شاركت محليه او دوليه؟ محليه ودوليه وعالميه، طلعت حتى ايطاليا وما ايطاليا هذه رحت لها. حلو، طب اخر شيء سويته من هذه الحرفه؟ اخر شيء سويته شاركت فيها اللي هو الريال السعودي طبعا. طبعا هذا ياخذ اكثر وقت اللي هو شهر او اكثر بعد، وفي اعمال ثانيه اشتغلت فيها نفسها. طيب ما هي الادوات اللي تستخدمها في النحت؟ الادوات اي نحات لازم يكون اللي هو المطرقه والازميل، هذه أساسيات في النحت. أيه؟ يعني ما مستحيل نحات ما يستخدمه، المطرقة والأزميل والمبرد. طب إيش نوع الحجر؟ هذا حجر صح؟ هذا حجر طال عمرك، هذا حجر رياض اللي هو حجر رسوبي. أيه؟ تختلف قساوته وتختلف صلابته. طب إذا أنا بسوي، طبعا هي كلها أكيد مخلوطة بالموية صح؟ صحيح. طيب إذا أنا سويتها كم من الوقت أو كم يوم وتكون هي جاهزة بهالشكل؟ على حسب الأشكال، في أشكال تكون رسل إذا كانت نفس الطريقة هذه تكون هاي تأخذ أكثر من شهر أو أكثر بعد. والله بأسلوبي أنا. تعرفين اللقافة أنا ما أقدر. الله يحييك بيك. بعد أمون عليك بعد صالح سامر على الوالد وعلى الله يطول في عمره. هذا وش هاون ذا ولا هذا زي الهاون بس بشكل حجري. وش تقول في هذا يعني؟ الحبوب بشكل عام يستخدمونها فيها. ما شاء الله، يعني أنا أحس إن هذا يتكسر يعني، ما هو بهل يستحمل؟ هو مو تحمل. شوف يعني الأحجار الرخام تكون أكثر قساوة وأكثر صلابة. شوف يعني إيه أوكي، ثقيل هو. لا 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 فكري منه. والله ثقيلة ثقيلة. ليش ثقيل طيب لهالدرجة؟ هذه قساوتها، هذه رسوبي، فالأقسى بعد اللي هو الأحجار الرخام، الرخام أقسى نسبة لا. الفراغات فيها تكون عالية. شوفي لا 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 واضح. الله شوفي. واضح واضح. الله شوفي. هذه أثقال، هذا اللي تعلمناه من الأحجار. طيب وهذه. أنت من خلال هالحرفة سويت أشياء وعرضتها كذا للبيع، وفي ناس يعني تستهويهم هذه الأشياء ويخلون؟ في اللهم لك الحمد، مجسمات بالطلب طبعا، أغلب المجسمات تكون طولية فيها المتر وفيها المترين وفيها السماكة. الله الله الله. شوف الميول. ليلى هلالي. أكيد. مرة عجبتني عشان الهلال. هذا اللوجو حق الشعار حق الهلال، أعضاء الشرف اللهم لك الحمد طلبوها أكثر من عضو نادي الشرف في الهلال طلبوها. يعني عليها إقبال. إيه عليها إقبال، شغل خاص. والله. هذا عليها مزاد صالح. أكيد أكيد عليها مزاد. طيب كيف الأسعار عندك؟ يعني مثلا خلنا أجيب لك مثال، هذه. هذه والله غالية، يعني قد ما هي غالية هي طبعا ريال السعودي. أيه النسخة الأولى. أيوة من ريال السعودي، هذه تختلف أسعارها من 60 وطالع. طبعا فيها أشياء 60,000. 60,000 إيش؟ شغل هاند ميد. ما شاء الله. ايه شغل يد، شغل يدوي طبعا. أوكي. قطعة واحدة. إذا باخذ كلاسات عندك. ايه إذا باخذ كلاسات. خلاص يا جماعة أبو صالح بعد هالبرنامج بيروح نحات بعد يستاهل أبو صالح. اسمع وش النادي اللي تشجع أبد تسوي؟ أنا بسوي كلش أنا. جميع نبدأ عشو على حسب البيوت. يعطيك العافية ما شاء الله. ما شاء الله أهنيك صراحة. يعطيك العافية. الله يقويك. يلا ناخذ اتصال ولا ها أبو صالح؟ اي والله لا ناخذ. بتصير نحات؟ انا باخذ نحات خلاص. خلاص 60,000 يقول لي. اي والله لا القطعه الصغيره. هذا القطعه الصغيره ما شاء الله تبارك الله. اي والله. يلا ناخذ اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، كيف حالك؟ طيبين الحمد لله. انت شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. عرفني باسمك. معكم ناصر القحطاني من الرين. يا هلا وسهلا وكل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وعافيه. كيف الجو عندكم؟ والله الحمد لله الجو ما شاء الله. واضح حصل من صوتك وردودك انك مكيف. والجو زين. ها وكيف برنامج درايش؟ الله 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 الله. البرنامج كيف معك؟ تب التب تب التب. يلا ناخذ السؤال. يا زين روحك. حولك احد؟ انتو حنا ابد. هلا هلا كلنا خير وبركة. وصلت يلا ناخذ السؤال. كم عدد المدافن الأثرية في مدائن صالح؟ عندنا ثلاث احتمالات، 131 أو 100 أو 120. 30 ثانية وتفضل. كم عدد المدافن؟ ها
الرحت 131 تتوقع؟ هم ثلاثة واحنا اثنين. يلا 131 إيه يا رجال إيه والله علشان روحك ما نبيك تنزل. فعلا 131 مدفنا أثريا وتبرز وكأنها متحف أثري مفتوح وسط الرمال، ولا تزال أعمال البحث والتنقيب وترميم الأثار مستمرة. ويلا نشوف حظك مع سيد. حياك الله. الله يبقيك طول عمرك. جبت الجول في آخر الدقائق آخر الثواني. نعم هذا عندي. مرحبا أنت توب التوب أنت. الله يطول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. انقص اقنص لي الدريشة الطيبة. يلا ابشر بسعادتك. سلم. نشن نشن صح. ابشر ابشر. ها استوب استوب والله استوب ما بوقف. ايه شفت انا قلت روحها حلوة. يا سلام عليك يا سلام عليك ما شاء الله عليك. رايت اور ليفت. ها الو يمين ولا يسار؟ رايت ولا ليفت؟ يمين درب الغانمين. أيوة. رايتك يمين بس استوب. رايتك يمين استوب عجبتني صراحه. ايه فزت ب1000 ريال باجابتك الصحيحه في الدقائق الاخيره وعليها كوبون ب 3000 ريال مرقيب وتستاهل. تستاهل وكل عام وانت بخير. مرحبا مرحبا. وناخذ اتصال جديد. شكرا. ألو شكرا. هلا بك. هلا. ألو 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 يا هلا. أهلا وسهلا. هلا بك. من معي؟ معكم ناصر الحميد. ناصر من وين تكلمنا؟ من ضرمة. يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا. وش أخباركم يا هلا ضرمة؟ بخير الله يحفظك. كيف الجو عندكم؟ ممتاز. الجو برد اليوم. اي بارد سبحان الله. ضرمه بارده سبحان الله. صح. الحمد لله كلها مزارع كلها. أيوة. حلوه. اي أيوة والله. عندكم مزرعه؟ الله يهنيك. عندنا استراحات. استراحات طال عمرك. الله يهنيك والله يهنيك. حولك احد؟ الله يزيدكم. البنات البنات الله يحفظهم. يلا يلا ناخذ السؤال. يا هلا. السؤال يقول قصر ومدفن تاريخي يعتبر اكبر موقع تاريخ حضاره الانباط في العلا. عندنا ثلاث احتمالات: قصر كاف أو قصر الفريد أو قصر صالح. 30 ثانية وتفضل. قصر كاف أو قصر الفريد. قصر الفريد. كفو. نعم كفو. صح كفو. برافو عليك. قصر الفريد وهو أكبر الأضرحة النبطية في المنطقة ويعود تاريخ إنشائه إلى عصر حضارة الأنباط في شبه الجزيرة العربية ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي وهو جزء من منطقة الحجر التاريخية. ونروح لسعيد ودرايش الحظ. حياك الله يا ناصر. يا هلا. مرحبا مليون. هلا وغلا. الله يسعدك الله يسعدك. أنا والله يعني أنا شوف متفائل فيك إنك بتقنص الدريشة الصح. يلا يلا توكل على الله. يلا البركة فيك أستاذ سعيد. البركة فيك يا حبيبي. كلنا معك وتستاهل والله. بس ترى لازم أنت اللي تقنص. يلا يلا بسم الله. ثمانية ثمانية. قول وقف. وقف. إي أنت كنت بثمانية وجاتك أربعة نص الثمانية أربعة بس إن شاء الله هديتك إن شاء الله تكون مضاعفة. يلا اسلم. يمين ولا يسار؟ يسار. يسارك يمين. يسارك يمين وعجلك سمين. تسلم. ساعة من الحماضي وتستاهل. تستاهل. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. نطلع فاصل قصير ونرجع نشيك على السحور مع الشيف اللي منورنا الليلة. خلاص يلا ورجعنا لكم. بس الحين راح أذوق الشوربة. صح اسمها شوربة ولا هسميها هريس؟ الهريس. الله لا لا ما استحب والله لجي والله تجنن. والله تجنن. يعطيك العافية. الله يعافيك. لذيذة عاد ترى يعني قالت لي معلومة تموت في الشغلات اللي هي زي الجريش والحبوب هذه. اي بس اللي أنا عرفتها قبل شوي وفعلا يقول هذا ما في في السوق. اي قال لا هو ما في في السوق. ينعمل هذا يسوونه بالبيوت. اي بشكل شخصي.
يعني بس القمح موجود. القمح موجود بس الطريقة. تكنيك الطريقة كيف؟ إيه تكنيك ينحمس على إيش؟ يجيبون لك سنابل ايه؟ حلو يجمعونه كذا ربطات حلو. بعدين على سعف النخل شغلة والله إيه؟ ايه؟ يشوونها. ليه ليه وش الحكمة في سعف النخل؟ هل هو يضيف لا لأن العلا كلها نخل وكذا بس كذا يعني ايه؟ يعني بإمكاني أنا عادي أحمره بدون بس لهم تكنيكهم يعني ما وأنت من وين جبتها؟ هذا جبتها من أم صديقي علاوي سويتها بهالطريقة اللي قلت عليها والله سوي البيت إيه. يعطيك العافية نوجه له تحية أكيد صحني لنهاية الحلقة يجنن لا حد يمسك الصحن حقي أنا ماني عارفة هو الليمون الأسود هو سبب النكهة ممكن اللومي والخولجان ورق الخولجان الخولجان ما يدخل في الطبخة اللي زينا لازم بعدين طبعا ما نكثر اثنين شوربة الحبة حقت المشهورة يعني تقعد بالأربع ساعات بالثلاث ساعات تطبخ صح ولا لا؟ أكيد إيه هذا تقول لي ساعة ونص هذه ساعة ونص ليش قدر الضغط له دور طب اسمها إيش الفعلي؟ هذه هريسة حلو اسم الطبخة هذه اسم الطبخة الهريسة العلوية لأن أنا شفت لها كذا اسم إيه لها ثلاث أسماء الهريسة العلوية أهل العلا يسمونها هريسة وفي ناس يسمونها اللي هو الشوربة العلاوي طب أبيك تقول لي إيش هي الطبخات الثانية في العلا المشهورة هذه أكثر طبخة يعني مشهورة في معقول على شوربة طول السنة عندهم إيه لا في ال صادتك أنا ناس اسمه تقول لي ما بالأكلة واحدة والله كذا يعني هي طبخة أنا ناس اسمها تسوى بالتمر الحيسة العلاوية الحيسة إيه الحيسة هذه مشهورة هذه مشهورة هذه تسوى بالتمر وال يعني لازم خبز زي الحساء أنا اكتشفت إنه أكلات العلا شتوية أغلبها شتوية إيه يعني الهريس واللحم وهذه الأشياء ترى في الشتاء أصلا أجواءها باردة العلا صادق إيه فيحتاجون شيء إنه يدفي على طول السنة الله يعطيك العافية الله في مندي علواوي زي لا ما في بس نسويه لك نسويه لك جاي متأخر الله يسلمك أنا بعد الحلقة أهم شيء على الخشم الله يسعدك على الخشم أبشر يعطيك العافية الله يعافيك مبدع إن شاء الله عليك شكرا يلا نرجع وناخذ اتصالاتنا ونقول ألو 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 يا هلا السلام عليكم عليكم السلام من معي فيهام سفياني وليش مستحية لا عادي عادي صوتك صوتك افتحي صوتك عشان نسمع افتحيه فتحت والله طب لا تعصبين هذا التمرين لا لا عادي والله طب من وين تكلمينا من الخارج من الخارج؟ نعم ايوه يعجبك برنامجنا؟ اكيد ايش اكثر شيء حبيتي؟ او استفدتي من ايش بالضبط؟ كل حاجه الاكلات الاشياء بشكل عام يعجبك؟ ايوه كل شيء طيب حولك احد؟ معك احد؟ في الاهل الأهل يا سلام أيوة. عليكم لا واضح لكم تابعين البرنامج بس لازم أقول المفروض على طول تفاجئوني يلا يعطيكم العافية ناخذ السؤال السؤال في العلا مجسم يتكون من كتلتين صخريتين تضم مقابر أثرية ما هو اسمه الجبل الأخضر أو الجبل الذيابة أو جبل أبو مخروق الجبل الأحمر 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 سلام عليك نعم إجابة صحيحة الجبل الأحمر وتضم الكتلة الأولى 18 مقبرة يرجح أنها من أقدم المقابر في التاريخ أما الكتلة الثانية فهي الأصغر حجما وفيها مدن وفيها مدفن واحد فقط ويلا نشوف حظك مع سعيد انت اللي لخبطني لا والله انا بس الا قاعد تسوي كذا لا بس انت لابسه اليوم احمر بعد يعني المفروض انه كان ما حبيت اقول احمر يا هلا مرحبا حيا الله اهل الخرج يا هلا والله الف مبروك الاجابه الصحيحه والحين اقنصي لي الدريشه الصحيحه يلا وقولي وقف دريشه رقم 10 دريشة رقم 10 فيها كرتين يمين ولا يسار يمين يمين درب الغانمين درب الغانمين السالمين اليوم يوم الساعات ولك ساعة من الحماد تستاهلين تستاهلين وكل عام وانت بخير ما شاء
الله اليوم الكل فاز بساعة. ما شاء الله ما شاء الله. مستهلون. يلا ناخذ اتصال جديد. ألو. 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 يا هلا. من معي؟ ألو. لدين عبد الله. والنعم. والله على صوتك حلو وفاتح صوتك مو مستحية. يا سلام. مو خجلانة أقصد يعني. كيف حالك؟ والله الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ تمام الحمد لله بخير وسعادة. تتابع البرنامج من أول؟ إيه أتابع. طيب من وين تكلمينا؟ من الجبال. من الجبال. الجبال. هنا نصمت قليلا. نسكت قليلا جدا. كيف الجو عندكم؟ الجو من جهد. حلو ولا رطوبة؟ رطوبة؟ لا لا ما في رطوبة، في هواء ومطر. حلو. طيب من معك؟ حولك أحد؟ معي بنات خالاتي. طيب توني قال لك قبل شوي أي أحد عندك؟ واحدة واحدة واحدة. حلو يلا ناخذ السؤال. يلا السؤال يقول ما اسم المهرجان السنوي الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟ عندنا ثلاث خيارات، شتاء العلا أو شتاء طنطورة أو بدر الغراميل. عندك 30 ثانية وتفضلي. البنات وش وضعهم؟ وش جوهم البنات عندك؟ شتاء العلا. نو؟ لا؟ شتاء طنطورة مشهور بس اسمعي في الجائزة في الهدية حقتي طبعاً. أنا طبعاً. هو مهرجان شتاء طنطورة وهو أول مهرجان دولي سنوي سعودي وتم إطلاقه في عام 2018 ويعد وجهة سياحية مميزة ومقصد للسياح في كل مكان ومن كل مكان. يلا جاهزة بعدك هديتي. يلا. بس شتاء طنطورة معقول؟ والله سهلة. معقول يا بنية؟ والله سهلة الإجابة. يلا يلا سوي. يلا عندي هدايا تستاهل. هدايا ريم عبد الله الساعة وألف مبروك. ألف مبروك. كل عام وأنت بخير. مروا على الوالدة، سلمى على الوالدة في البيت. فاصل قصير ورجعين لكم، كملي معاكم في برنامج درايش. كذا بالسبح. لا في تطورات. حياكم الله في فقرة جديدة من فقرات درايش. المشاركة معنا استخدموا رابط التسجيل السريع الظاهر أمامكم على الشاشة. جوائزنا القيمة خلال هذا الشهر مقدمة من شركة الحميدي للساعات ومن شركة رقيب للمفروشات، بالإضافة لمبالغ مالية قيمة. وكل المشاركين عبر الرسائل طول الأسبوع راح يدخلون معنا تلقائيا في السحب على الجائزة الأسبوعية الكبرى المقدمة من شركة الوعلان للسيارات. تعد العلا من الأيقونات التراثية المهمة التي عرفها العالم، وتحتضن مواقع أثرية ونقوشا صخرية تعود إلى العصور الحجرية القديمة. والعلا ليست تراثا فحسب، بل هي اليوم إحدى الوجهات السياحية الرائدة محلياً ودولياً ومتحف حي عالمي وفقاً لتوجهات الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عام 2021. ومن العلا مكملين معكم ويا هلا وسهلا فيكم. وناخذ اتصال. ألو. أهلا مرحبا. هلا بك. من معي؟ عبد اللطيف المغربي. من وين تكلمنا؟ من الرياض. يا هلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. جاهز ناخذ السؤال؟ جاهزين. يلا. السؤال يقول في أي عام أدرجت مدائن صالح ضمن مواقع قائمة التراث العالمي في اليونسكو؟ عندنا ثلاث احتمالات، 2008 أو في عام 2000 أو في عام 1990. و30 ثانية وتفضل. نعم كفو. إجابة صحيحة وبرافو على اللي أعطاك المعلومة. مين؟ ها؟
زوجتي زوجتي يعطيها العافية. النص صح بالنص. النص بالنص بالنص الفلو. 3000 3000 تستاهل. نعم في عام 2008 وتعتبر مدائن صالح أهم وأكبر موقع مصان لحضارة الأنباط، وتعد مقابر الموقع الضخمة وآباره المائية مثلا استثنائيا عن الإنجازات المعمارية للأنباط وخبراتهم في هندسة المواقع المائية. ونروح لسعيد درايش الحظ. ساك الله بالخير. هلا ابو صالح. خلاص الجائزه تقسمت. اي ما يحتاج. راح نص الجائزه ما عاد فيها مجال. لا والله تستاهل. تستاهل الجائزه كامله. تستاهل تستاهل. والحين ان شاء الله العوض بعد في الدرايش. يلا بسم الله. عطني وقف. وقف. دريشه رقم 4. دريشه رقم 4 ما فيها الا كرت واحد وحيد. ايه ضاق صدرك؟ لا والله ما ضاق صدري الا بالعكس بالعكس سهل. هذه 1000 ريال زياده من هيئه الاذاعه والتلفزيون وتستاهلون. الف مبروك. الف مبروك. كل عام وانت والمدام بخير. شكرا. اتصال جديد. الو. 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 ايش اخبارك ابو صالح؟ والله انا اليوم. الو. هلا وسهلا. هلا عليكم السلام. هلا فيك. من معي؟ عمار الجويس من الاحساء. يا هلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير صحه وسلامه. شلون برنامج درايش معكم؟ والله الحمد لله السنه دي ما شاء الله. ما شاء الله. عجبكم؟ اي والله اي والله. ايش اكثر شيء حبيته؟ حلقة الحصى طبعا. طبعا. وقرقعان. سلم ولدهم. يلا. هي حلقة امس اللي عجبتكم؟ اي نعم. يلا زين الحمد لله. وباقي الحلقات ما عجبتك؟ الا والله عجبتنا حلقة الحصى. متى تتابع البرنامج طيب؟ والله تقريبا من خامس يوم رمضان كذا حولها. يلا يعطيكم العافية. يلا ناخذ السؤال. معك احد؟ حولك احد؟ معي اخوك. يلا حلو. السؤال يقول: مهرجان يستعرض تاريخ واحات العلا وخيبر وتيمة من خلال تجارب ثقافية وتاريخية، ما هو هذا المهرجان؟ مهرجان التمور أو شتاء طنطورة أو الممالك القديمة؟ 30 ثانية وتفضل. الممالك القديمة. برافو عليك. عليك. مين أنت ولا أخوك؟ مين جاوب؟ ها؟ قالها بصوت واحد. اي انا سمعت. برافو. نعم اجابه صحيحه. مهرجان الممالك القديمه وهو احد المهرجانات التي نظمها موسم لحظات العلا، ويضم المهرجان عددا من الفعاليات والانشطه المختلفه مثل الطهي النبطي وجولات الطائره العموديه وغيرها من الفعاليات الجميله والممتعه. والروح درايش الحظ مع ابو صالح. هلا بهل الحسا. هلا هلا بك. هلا بك زودي الحسا حسانه. لو الدهر مثال. انا اشهد. انا اشهد. الله يلا ابيك تنوش. ضعت انا. لازم ينوش. والله ضعت انا خلاص. ابو الحسا ما اقدر يا جماعه ما اقدر. الله يسلمك. يلا يا بعد راسي نوش اللي على الدريشه الصح. توكل على الله. ابد وقف. دريشه رقم 8. دريشة رقم 8 وفيها كرتين يمين ولا يسار؟ يسار يا ابو صالح. يسارك يمين. يسارك يمين وعجلك سمين. ايه كسبت 4000 ريال بالإجابة الصحيحة الساحقة الماحقة، وفي نفس الوقت كسبت كوبون ب 3000 ريال من رقيب وتستاهل. ألف مبروك. الله يسلمك. كل عام وأنتم بخير. وناخذ اتصال جديد. ألو. ايوه هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ الهنوف العوض. الهنوف من وين تكلمينا؟ اها الحسا الدمام شرقية. الجبيل. شلونكم يا اهل الشرقيه بشكل شرقي. عام الهوا شرقي اليوم. اي والله الهوا شرقي. كيف الحال؟ الحمد لله والله بخير. اخبارك انت؟ والله تمام الحمد لله. والله ماني مصدقه. ليه روحي؟ ليه؟ ما ادري مشاعري. يا زينب شفتي اهل الدمام؟ شفتي اهل الشرقيه شلون حلوين طيبين حالاتهم؟ معك احد؟ اي اهلي. حلو وينهم؟ في
قرقعان صح سويتوا قرقعان ولا بعد؟ لا والله ما سوينا هالسنة. لا لا للأسف. يلا جاهزة ناخذ السؤال إن شاء الله بإذن الله. هذا قرقعانكم من عندنا من هنا. اي امس الكل احتفل معنا على فكره. اي بالضبط. السؤال يقول: احد اوديه محافظه العلا وذكره الشاعر جميل بثينه في احدى قصائده، ما هو هذا الوادي؟ وادي الرشا او وادي الفويلق او وادي القرى؟ 30 ثانيه وتفضل. مساعده. القرى كثيره في الحساء. القرى هي عندنا واجد قرى. القرى. ايه برافو. ما في اجابه ثانيه فيها قرى الا هي. وادي القرى وهي الاجابه الصحيحه، هو احد الاوديه التابعه لمحافظه العلا ويعتبر من معالمها السياحيه المشهوره. قال فيه الشاعر جميل بن معمر الشهير بجميل بثينه: الا ليت شعري هل ابيتن ليله بوادي القرى إني إذن لسعيد. والروح لسعيد. سعيد سعيد صالح بعد سعيد. هلا هلا وغلا. حي الله أهل الدمام. الله يحييك يا رب. يلا نوشني لي على الدريش الصح اللي قلبك يقول لك فيها الجائزة الصح. البنت تتكلم بطلاقة بلهجة بيضة، أنت شنو تقول؟ أنا ما أقدر. أنا ما أقدر. وشنو قلت؟ ناشري شنو؟ نوشني على الدريش. اها نوشنتي على دريش رقم 9. ايش قاعد يقول؟ فهمتي عليه؟ احنا اهل الشرقيه نتفاهم. احنا اهل الشرقيه نتفاهم. يمين ولا يسار؟ ان شاء الله نقول يمين. يمين درب الغانمين السالمين ان شاء الله. إيه كانك تكلم واحد ترى بنت بنت. لا لا احنا يعني طبعا يعني احنا المشاهدين عندنا كلهم يعني كلهم حبايبنا. يلا تفضل. ونتمنى لهم ألف خير إن شاء الله. تستاهل وتستاهلين ألف ريال زيادة من هيئة الإذاعة والتلفزيون. ألف مبروك يا حلوة. كل عام أنت والعائلة بخير وصحة سعادة. يا بركة. فاصل قصير ونرجع لكم مع درايش. حياكم الله معنا في درايش. رابط التسجيل السريع ظاهر أمامكم على الشاشة. كل اللي عليكم هو مسح الرابط وإرسال كلمة درايش. هدايا قيمة في انتظاركم. ساعات ثمينة مقدمة من شركة الحميدي للساعات، وقسائم شرائية من شركة رقيب للمفروشات، وجوائز مالية من هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفي كل أسبوع نسحب على سيارة مقدمة من شركة الوعلان لكل اللي تواصلوا معنا. ها يا شيف. ها يا وائل. جاهزين؟ يلا. الريحة منتشرة، ريحة الهريس. الله 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 الله. أنا عندي بيتين شعر ترى توني تعلمتهم. أمورك تمام؟ ترى أنا من جد من جد والله أنا يعني سحوري أول واحدة على طول. ها وراح تقفلي بعد. إيه. أنا عندي بيتين شعر. ها. العلا معلية وبالتمر محلية، حلوة وبرنية وقصبة ورشودية. الله الله صح لسانك. اليوم حلقتنا حلقة الشعراء. أحتاج اليوم شعر. صح لسانك أبو صالح. بس أنا غاش حاطها بيدي كاتبها. إي بس حلوة مناسبة للحلقة. ناخذ اتصال جديد. ألو ألو ألو. يا هلا وسهلا. هلا بك الله. من معي؟ أماني خالد. أماني من وين تكلمينا؟ من الرياض. يا هلا وسهلا، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا عمري. الله عافيك يا روحي. شوفي أنا أقول أنه إحنا أهل الرياض. أعتقد أنه هذه عادة عند كثير من السعوديين، أنه خلاص بس نوصل ثاني أسبوع تقل السفرة. هل قلت عندكم ولا ما زالت؟ والله قلت. ولا بدها حلال. الحمد لله. يعني إيش الواحد صار خلاص بس يفطر على شيء خفيف ويمشي، صح ولا لا؟ أيوة الواحد يبي الرشاقة. صادقة بس راح الحماس والأطباق والأصناف كلها والدلع والحركات خلاص؟ الحروب مستمرة إلى آخر يوم. إلى آخر يوم حروب في المطبخ. آخر شيء ممكن أحس إن قهوة وتمر ولبن وموية، صح؟ أي والله شوربة. يا روحي عاد هريستنا اليوم شوربة الهريس اليوم عندنا. إيش رأيك سويتيها قبل؟ ذقتيها؟ جربتيها؟ إيه نسويها دايم. تعرفينها؟ إيه قسماً بالله. واو واو واو
أنا مرة انهرت عليها. بالعافية بالعافية. يلا ناخذ السؤال. السؤال يقول حولك أحد أول شيء؟ إيه زوجي وعيالي. وين؟ قبضهم. وين الحماس؟ إيه والله الحماس موجود. وين الحماس؟ أنت تشوفينه إحنا ما شفنا شيء. كفو كفو. إيه لا والله موجودين. يلا السؤال يقول أكبر مبنى عاكس على مستوى العالم. عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول مسرح مرايا، الاحتمال الثاني مسرح الثريا، أو مسرح جارة الوادي. 30 ثانية وتفضل. عاكس مرايا. نعم إجابة صحيحة. نعم مسرح مرايا هو أول مسرح يبنى على شكل مرآة عاكسة للجغرافيا والتضاريس ومن حوله، وتم إدراجه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس في العالم. والروح لدرايش الحظ مع أبو صالح. حياك الله ومرحبا. الله يحييك. ألف مبروك الإجابة الصحيحة السريعة جدا، ونبي اختيار لدريشة سليمة جدا. حسي بالرقم إن شاء الله. يلا يلا أي يلا رقم يلا يعجبك يلا. بس إن شاء الله يكون في احتمالين يلا أو كرتين. قولي من عندي الرقم ولا من لا قولي وقف. أنت حاولي تصيدين الرقم. وقف دريشة رقم خمسة. يلا سمي يمين ولا يسار؟ يمين. دارب الغانمين السالمين يزينك. إيه كم الإجابة اللي جاء؟ 4000 صافي. 4000 صافية. والظاهر إن 4000 ما بتروح صافية. إيه؟ بتروح زايدة 1500 ريال من هيئة الإذاعة والتلفزيون السهلين. ألف مبروك وكل عام وأنت بخير. حلوين المتصلين اليوم. اي والله يجننون. والله والله كلمه كذا شرقاويه من كل مكان. يجننون يهبلون يهبلون. اي والله انهم يهبلون. الله يحفظهم يا رب. والله شوف حلوين اليوم واكيد كل يوم. والله وكل يوم. حرام حرام يعني كل المتصلين. بالعكس اي والله روحهم تجنن. بعدين اليوم طلعتنا شاعره جميله. اي ما شاء الله قالت كلمات والله العظيم تشكرين عليها. وصح لسانك اذا انت تتابعينا. رحلتنا الجميلة في محافظة العلا الاستثنائية انتهت. شكرا لكم ضيوفنا في الاستديو. شكرا للأستاذ صالح الجار الله والأستاذ محمد والشيف وائل. والشكر موصول أيضا لكل من اتصل فينا. والشكر والحب لمشاهدينا الرائعين مشاهدين القناة السعودية. ونبارك أكيد لكل الفائزين معنا في برنامج درايش. ولأن الدرايش عندنا ما فيها أحد خسران. وهذا سعيد زعل فالدرايش صارت يعني حمامة. هذه حمامة. نعم. عموما كل اللي أرسلونا طول الأسبوع راح يدخلون معنا في فرصة السحب على السيارة المقدمة من شركة الوعلان. برنامجنا يطلع عليكم يوميا وطوال شهر رمضان المبارك على قناة السعودية بمعلومات ثرية وجديدة وجوائز قيمة وفريدة. نلتقي بكرة على خير من مدينة جديدة من مدن بلادنا الحبيبة. وتصبحون على ألف خير.